بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مينو بعلال، رقم البطاقة 241004، الساكن بدوار أولاد بن ساسي، جماعة سبسيس، إقليم الجديدة، متزوج وأب لثلاثة أطفال، جندي سابق قوات مسلحة الملكية المغربية في المرابطة في الصحراء، وانخرطت في شهر 1/1/76 في سلك الجندية الرقم 28/59/75، ثم مشينا للسمارة، ومن سمارة البير الحلو مع سيدي أمرين، ومن بير الحلو التفاريتي، ومن تفاريتي البيران زاران، ومن بيران زاران راس حميرة. في راس حميرة تبليسيت دوني سبيتار، قذيفة هون طاحت علينا حنا ثلاثة الناس، واحد توفى في البلاصة وبقينا حنا جوج. مشيت دوز السبيطار 7 شهور و17 يوم، ناس فيها على ظهري، وإثر هذا دفاعا عن حوزة الوطن، ومازال موجود باش ندافع عن الوطن، ولكن بغيتهم يشوفوا لي هذا المشكل شي حل لهذا المشكل ديالي انا، ومازال عندي الشظايا في الجسم ديالي، حاليا عندي شي 6 شظايا في الجسم ديالي ديال القذيفه، وانا اتحمل المسؤوليه، اتحمل كل المسؤوليه على ما اقول، وهذا الشيء ما يضرنيش انا، مازال ندافع على الكذابه وندافع على البلاد ديالي، ومن هذا المنبر ونشكر هاد الناس اللي تعاونوا معايا، وكنوجه نداء لصاحب الجلاله رئيس اركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه الاب الروحي، باش يشوفوا هاد الناس من الحاله ديالي ويتعاطفوا معايا. والرقم ديال التعريف ديالي راه 241004، ولي بغى شي حاجه يتصل بيا انا موجود. اقول هذا، انا كنقول هذا الشيء وانا مسؤول به، مازال عندي انا باغي نتعالج، عندي هنايا مازال عندي 7 شظايا ديال القذيفه في الجسم ديالي. وتصور الانسان دابا اللي دقوها مسمار، مسمار لا دقوه يريحها 12 ساعة، إلا جا قال شي واحد راه مسمار داقني 12 ساعة غادي يقول لي توقي، إلا ما عندكش العقل. وشنو هو اللي خلاني وصلت لهاد المسائل كلها؟ مع ديك المدة ديال السبيطار مرضت نفسانيا، مع ديك المدة وذاك الحمد لله، ولكن أنا مرضت نفسيا، خاص من يشد باليد ديالي. دابا انا راه مع جيش نظامي، ماشي مع ميليشيات، جيش نظامي الحمد لله، وهو وعلى بلادي، ومازال ندافع، لا جاب الوقت ندافع، حاليا ندافع
بالروح الوطنية ديالنا وبالشعار الله الوطن الملك. هذا اللي كنطلب انا، هذا هو الطلب ديالي. الطلب ديالي هو نتعالج، يحيدوا مني هاد 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 الشظايا ديال القذيفه اللي باقين في الجسم ديالي. وديك الساعه راه بغاو ينصفونا، راه غادي ينصفونا انصاف. انا عندي ثلاثه الوليدات دابا وما كنشوفش، 15 عام دابا ما كنشوفش كفيف. ولي اثر عليا هما الضرب ديال هاد الشظايا ديال هاد القذيفه، هي اللي اثرت عليا دابا في الشوفان. دابا ديال 15 سنه ما كنشوفش، وعندي وليدات هزين ليا الناس في غنمشي، ما عنديش فين نمشي. راه انا كندافع على بلادي والحمد لله باقي ندافع، وولادي نفيدهم يدافعوا، ولكن بغيت حقي، بغيت هاد الناس يحلوا معايا هاد المشكل. الرقم ديالي هو معروف، المعلومات راه كلها كاينه، الشواهد تثبت ذلك. وهادشي اللي كاين هو هذا، نطلبوا من الله سبحانه وتعالى ومن صاحب الجلاله رئيس اركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه باش يلتفتوا لنا هاد الناس ويديروا بحسابنا، والكمال لله سبحانه وتعالى. ما مرات في نفسي ما تليش بغيت، ما تليش عقلت على راسي، ما تليش نبغي نرجع للسبيطار. ما هذيك المده، ما هذيك 7 شهور و 17 يوم راه بزاف، ما تليش انا قديت نشوف السبيطار كاع. حاليا دابا كنسمع داك الشيء وما كان ما كنبقاش عادي. انا دوزت واحد الفتره ماشي شويه، ومع ذاك الصداع ومع ذاك الحريق ديال الضرب وديك الضربه وداك الشيء. والغريب هو دابا انا هذوك الشظايا باقيين في الجسم ديالي حاليا، سبعه كنشدهم بيدي، ماشي بلا سكانير بلا والو، بيدي كنشدهم دابا كنتملسهم. وانا الحمد لله والشكر لله، ماشي دفاعا عن حوزه الوطن، ما يهمنيش الحمد لله، ولكن بغيت الانصاف ديالي ونتعالج، كنطلب معالجة. رانا حاليا في الحريق دابا، حاليا هاد اللحظه اللي كنهضر فيها وكنحس بالحريق في الجسم ديالي، ولكن الحمد لله والشكر لله، ما يهمنيش انا دفاعا عن الوطن، ماشي مشكل، ما يهمنيش. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى هاد الناس يلتفتوا لينا، الله يهديهم. هادشي اللي غادي نطلبوا من هاد الناس هو هذا. وديك المراحل اللي دوزناها راه معروفه، راه ماشي هاد البلايص اللي كنا فيهم راه معروفين، وراه كيعرفوهم هما الناس المسؤولين. لا بير الحلو ولا تفاريتي ولا بيران زاران ولا سماره ولا البلايص كلهم راه كنا ماشي. والحمد لله، الحمد لله ونشكره. انا بغيت من هاد الناس باش يفتحوا معايا هاد الملف، علاش؟ لي ملي تصبت انا بهاد القذيفه وتبليسيت وكذا، ما بقيتش، ما كاين لا تعويض لا تطبيب لا والو. كنطلب دابا من الله ومن صاحب الجلاله رئيس اركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه باش هاد الناس يفتحوا معايا هاد الملف، ونشوف لا كنتسال شي تعويض والتطبيب ديالي باش نحيد هاد الشظايا من الجسم ديالي اللي معوقبيني لحد الساعه. دابا الان كنعاني من هاد الصداع ديالهم في هاد اللحظه، انا كنهضر وكنحس بالحريق، وكنطلب الله باش يعجلوا معايا هادشي. وشعارنا الخالد الله الوطن الملك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.